واحد السلام عليكم. في بداية كل فيديو غادي نبداو معكم شخصية من الشخصيات اللي كتشوفوها في الفيديوهات ديالنا، ولكن انتم اللي غادي تقرروا الاسم ديالها في الكومنتات. بحال دابا قولوا لي الشخصية اش اسمها. المهم معليناش، هاد الشخصية جات اليوم تقول لكم بغيناكم تصوتوا علينا. كما شفتوا طريقة التصويت سهلة، غادخلوا لجوجل، من بعد جوجل تكتبوا ماركو باوت، من بعد غادخلوا هكا كما في الفيديو، غادخلوا الايمور هي فئة الكوميديا، وغادي تصوتوا علينا. حنا دابا المركز الرابع، طلعتونا كنا الخامسين ولينا الرابعين، وداك الثالث فيتني ب 200 صوت. دونك حنا ما حنا كثار في القناه، الا رديتونا حنا الثاني، حنا الثالثين غادي تفرحونا بزاف، وغادي نشوفوا شكون هي الشخصيه الاكثر اللي غادي تلبيو الطلب ديالها. وما تنساوش وصل الفيديو اكثر من 4000 لايك. يلا جمعوا صوتوا وديروا لايك وكومنت، كنبغيكم بزاف. يا انت ولا انتي ديروا ابوني وفعلوا الجرس، لا غادي يضربكم شي واحد. هذاك الجدر ها ما بالك تليفوني، تليفونك هو عندي، خبيته لك. هاي هاي هاي، لا لا ما تخافش بابا، دورت بواحد لابيل حيت تقاد ليا الصون، صافي هادشي اللي كاين. تليفوني اش تدير بين يديك؟ حشومه بابا تقول هاد الهضره، تتي بحال ما تعرفش ولدك. لا لا تنعرفك مزيان، تنعرفك اي حاجه لقيتها تدات تبشبش فيها. والله الا حشومه عليك الواد بركه محشي الله هضره بركه، هادي راه الصراحه قالك حشي الله هضره، ياك ما صون عليا شي حد. لا كانوا شي ارقام تعيطوا لك، كانت هند ونسرين وكوثر وزينب بلاتي بغيتي تفكر. واش غادي تفكر هاد الحرام؟ سكوت سكوت دابا تسمعك امك، راه انت باقي نسمع حسك، راه غادي نتفاهم معاك. صافي صافي بابا ني ساكت صافي، هاد وجه النحت واخر مره تهزي تليفوني تفاهمنا. يلا هار هار، واخا واخا هاك اوف الحقرة فاضة، اوف الحقرة فاضة. رجدت وصلتي ابي شلبي فري فاير، انا كاع فينا الحواميز او تا حنا ايتا نعتيو صافي. اش بان لك نلعبو شي طرح ديال فري فاير؟ سير على الله لقيتيني تانا تنقصر. يلا دخل دخل دغيا دخل، يلا يدخل انت، انا راه دخلت. ايوا عندك ما تفنش تبوشي، واش حنا باقي كاع ما بدينا وانت تقول لي بوشي وفنش؟ واش انت حمك ولا ماك؟ وراه علمتك اصاحبي ما يسكت اخا عمر، لا تضرب شي واحد. يلا عطينا اي شي جرانادا، انا راه عندي ليك الجو سموكه وداخل نلعب معاك، وانت تبدا تحماق عليا هذا الحماق هذا. يا ودي لعب وانت تلعب هذا الشيء كيفاه بنادم؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والو تشي لو تشي على راسك، راه عندي اشكره اللي في الواح. وانت ما عرفت مالا خو هذا الكونيكسيون هادي طلاقيت مشات ليك ثلاثه، ومال انا خدامه ليا؟ عمر اشوبي ليا واحد السكين طيب 1000 ديامون، يلا درك درك باش نلعبو. يا ودا طارجليت يا ودا، اللهم لعب مع الفتيات ولا لعب مع بوت بحالك، تيشكي بلادم والله ما عندي والله ما فينا هاك. شافتي ما يجيك مليحه جوج انتوما بربعه في شيروم، والله طنبتكم بربعه في شي سكوار، انت باقي ما عرفتينيش انايا. مورا علاش تيقول؟ يا انت ها بابا ياك ما رجعتي لديك اللعبه؟ لا لا بالعمى لا ما رجعش ليها، اشنو هي بعدا؟ يا المهم قول لي عندك بعدا مع الانجليزيه؟ صافي هادشي علاش سولتينا الواليد. اي عندي مع الانجليزيه ومع الفرنسيه ومع الالمانيه ومع الصبريونيه ومع الباكستانيه ومع الغرو، المهم عندي مع اللغات كاملين. اي 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 هادشي كامل تتعرف ليه؟ واش جالس تدير هنا؟ سير اخويا الجامع فينا دبر على راسك. اقرا لي هاد لانوتيس هادي، لقيتها في واحد الدواء تنشربو. ما كنت تبقى لي في عيني عمر، اجي شوف لا فهمتي شي حاجه انا، قلت لي تتفهم ليها. لا راه فهمت الواليد، هي هاد لونجلي هادي راه ماشي بحال اللي تنقرا. على مال هادي مكتوبه بشي لغه ماشي هادي؟ نوض انت خرج بحال نوض 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 خرج. ها لا لا صافي صافي راني نايض راني نايض، دابا غادي نتفاهم معاك، بقيت مني ليك انا مطيب لله الوالد الله يرحم ليك الواليد. دابا غادي نتفاهم معاك، بقيتي مني ليا ومني ليك، حتى واحد ما غادي يفكنا اليوم، انا غادي نسد لك. اي صبر الوالد، انا عندي لك واحد الحلو ما تضربنيش الله يحفظك. يلا قول نسمع، هو انني غادي نطلبهم يصوتوا علينا، ماشي تقولها وصافي خاصهم يصوتوا. ايوا اش بان لك في هذا الحلم مزيان؟ ايوا حنا غادي نشوفوا هذا الشيء هذا. صافي صافي الوالد يتكلم، ما غادي يصوت الاخوان دخلوا تصوتوا علينا، راه هذاك اللي فوقنا فايتنا غير 200 صوت، حنا خاصنا دابا 200 صوت نوليو حنا الثالثين. الله يرحم ليكم الوالد، منا غادي تصوتونا، ماشي تصوتونا غادي تصوتوا علينا غادي تفرحونا، ومنا ما غادي يضربنيش الوالد. والله ما عرفت القران هذا الشيء، ودخلنا عليكم بالله واش هادي انجلش؟ يلا السلت ما تنقلش، يلا دخلوا تصوتوا لا غادي يضربكم اشيو. عندكم انتم ما تصوتوا، راني مشيت.